الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بمناسبة العام الميلادي الجديد. الرئيس السيسي يكلف الحكومة بحصر أصول وممتلكات الدولة لاستغلالها بالشكل الأمثل. انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم أجمع بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعبر الرئيس السيسي في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي عن أماله أن يكون هذا العام عام خير وبناء وتماسك، وأن يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، وذلك بحضور وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، ووزير العدل المستشار عمرو مروان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومسؤولي الجهات المعنية. وفي مستهل اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حصر أصول وممتلكات الدولة، وذلك للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل واستيفاء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص. كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري المهندس هاني محمود، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإداري إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع في خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به بقوة تبعيته لمجلس الوزراء. كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هي إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية بالإضافة إلى إسراع الخطوات في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق ودور العبادة بالعديد من المحافظات الداخلية. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات.